It starts with desire. To live more. To run faster. To play better. It turns into dependency. يعني سوري ذات مواد من الشباب. شغلة خطيئة. إذا عندك يعني. إذا حتى ما عندي. هي عملية شورت كات يعني. الاستيرويد نحن نحاربه. والدليل ليش؟ الاستيرويد ليش نحن ما نعرضه علني؟ وليش الشباب ما ياخذونه بشكل علني؟ لأنه ممنوع. واحد إذا عنده هدف معين يعني أو مثل بطولات أو شيء عقب يدش في المجال يعني يستخدم هرمونات أو شيء. أما إذا ما عنده شيء يتمرن طبيعي بالأكل أحسن. فرشور يتغير طبعاً يبني عضلات أسرع. بس في الآخر تكون في الآخر طبعاً فيها تضحيات فيها شوية مبالغ. والله انا اشوف ان الاستيرويد يعني شيء عادي حسب انت كيف استعمالك للاستيرويد. في له اثار ايجابيه وسلبيه. ما بزين فعليا. ما بزين فعليا. بعدين مشكله داخل. اوجي. هي تو. هاي كلاطا. otra vez está sonando tu gadera de celular. ¿Me entendiste lo que te dije? ¡Ni madres, verdad!